الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قاعدة: كل من اشتغل بالعلم المفقود حرم من العمل بالعلم الموجود. كل من اشتغل بالعلم المفقود عوقب بالحرمان من العمل بالعلم الموجود، وهذا متقرر عند أهل العلم، وقد حذرك منه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، والخذلان في مقابلة النصر. ثم قال: وسلم الحرمان، والحرمان في مقابلة الظفر. ثم قال رحمه الله: ودرجة الطغيان، والطغيان في مقابلة الاستقامة. فمن اشتغل باستكشاف ما غاب عنه علمه فعقوبته الخذلان وعدم التوفيق، ويحرم في الأعم الأغلب من الإقبال على ما ينفعه من العلم الموجود، أي من العلم الذي أمر به شرعا. فتجد كثيرا ممن يشتغل بقضاء الله وقدره يلتهي عن الصلاة، ويلتهي عن قيام الليل، ويلتهي عن قراءة القرآن، ويلتهي عن كثرة الذكر، عقوبة ونكالا له من الله عز وجل، فلا تراه إلا مخذولا، فلا تراه موفقا. هذا في الأعم الأغلب. ولذلك أهل البدع والمخالفين للحق في باب القدر عوقبوا بعقوبات كونية، منها من هذه العقوبات الحرمان من الانتفاع بهذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. تجدهم متذبذبين فيها تذبذبا عظيما حرمهم من الانتفاع بها. ومما عوقبوا به أيضا كثرة الحيرة والاضطراب في هذا الباب، ومنها أيضا عدم إقبالهم على الله عز وجل عند حلول المصائب، وإنما همهم عند حلول شيء من المصائب معارضتها بكثرة الأسئلة الموجبة للتشكيك واتهام الرب تعالى بالظلم وعدم الحكمة وعدم العلة في قضائه والمصلحة في أقداره. ولذلك قال الإمام يحيى بن معاذ الرازي كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب تبين لنا صحة هذه القاعدة، يقول رحمه الله: من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله، الذي هو القضاء والقدر. من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله. فكلما أكثر الإنسان الاشتغال بالسؤال والتعمق والنظر في استكشاف ما خفي عنه من باب القضاء والقدر عوقب بهذه العقوبات، وهي حرمانه من التوفيق والعمل بما أمر به شرعاً.